في سابقة طبية بتعتبر الأولى بسوريا أجريت عملية جراحية، جراحة القلب التنظيرية الأولى، واللي أجراها فريق الطبي الشهر الماضي، واعتبرت الإنجاز النوعي يلي حققه الفريق الطبي بمشفى الأسد الجامعي الأول، والذي يعتبر من الأوائل على مستوى الشرق الأوسط، عبر إجراء عملية لمريضة عن عمر 43. ولنحكي عن هذا الموضوع أكثر بصرنا نرحب بالدكتورة زينب العرفي، معاون مدير مشفى الأسد الجامعي للشؤون الطبية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. خلينا بالبداية في ظل التطور، يمكن الجراحة التنظيرية، أهمية هي العملية اليوم تقام يمكن لأول مرة في سوريا. الحقيقة هي العملية اللي بيميزها مثل ما حضرتك قلتي إنه هي أول مرة كجراحة تنظيرية. بالنسبة للجراحات التنظيرية بمجالات أخرى صار في سنوات وتطور، وعنا بمشفى الأسد في جراحات بالنسبة لجراحات عن طريق البطن استئصال مرارة أو جراحات الأخرى، الجراحة العصبية كمان في، إنما الجراحة والجراحة الصدرية كمان. يعني الجراحة التنظيرية بالنسبة للقلب فهي السابقة فعلا للمرة الأولى، واللي بيميزها صراحة إنه هي حتى على مستوى العالم يمكن عمر الجراحة 10 سنين أو أكثر شوي. وسوريا في ظل الظروف المحيطة الصعبة غير الوضع اللي نحن فيه ونقص الكوادر، الحصار اللي علينا، ففعلا هي أهمية يعني إجراء اليوم، يعني صراحة أهمية إجراء هلا هي بالنسبة للمريض هي مهمة جدا، لأنه أنا لما عندي جراحة التقليدية أنا في عندي فتح صدر وعندي قص للعظم وعندي، فبالتالي هي عملية كبيرة كثير، تخفيف معاناة على المريض، فهي تخفيف كثير كبير على المريض، تخفيف من فترة الاستشفاء، لأنه المريض بعد العملية بغض النظر عن تفاصيلها لما بيكون في عندي فتح للصدر وقص للعظم فأنا الاختلاطات أكثر، فترة البقاء أكثر، فلذلك في عنا يعني على كل المستويات هي يعني بادرة وعملية مميزة، ودائما يعني المثل بيقول أول الغيث قطرة أو أول الطريق يبدأ بخطوة واحدة. والجدير بالذكر دكتورة أنه مشفى الأسد الجامعي مشفى حكومي، يعني أهم العمليات تجرى في المشافي الحكومية في سوريا في ظل الحرب اللي عم نعيشها والأوضاع الصعبة، يعني عمليات يمكن وفريق طبي بيتنافس مع الفريق الطبي العالمي رغم كل الظروف اللي عم نعيشها اليوم. تمام أحسنتي. الحقيقة أنه مشفى الأسد الجامعي هي بأساس فكرة إنشائها ووجودها، طبعا هي من 85 صار افتتاحها بزمن الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان الأساس والغاية منها هي في شيء اسمه مشفى عناية ثالثية. فالكل هلا بيلوم انه ما في اسعاف، انه مين ما اجى يسعف في مشفى الاسد، بالاساس الاسعاف هي مختصه في مشفى المواساه، فجاءت مشفى الاسد هي متممه مشافي التعليم العالي، هي لكل منها دور، فالدور الاكبر بالنسبه للاسعاف ما حدا بيقدر يقارن فيه مشفى المواساه والخدمات الجليله التي تقدمها، بينما مشفى الاسد من اساس انشائها بنظامها الداخلي انه هي للتميز للبحث العلمي لتعليم الطلاب، والناحيه الخدميه بتجي بعدين. هلا بظل الأزمة وكثير من المشافي خرجت عن الخدمة بكثير من المحافظات والضغط الكبير، صار عنا لفترة منيحة هو خدمات بالدرجة الأولى، لكن الحمد لله بوجود ناس مثابرين أصروا على البقاء، لأنه إحنا عنا نقص بالكادر على كل المستويات، يعني سواء بالجامعة سواء حتى في المشفى، يعني في اللي التحق بالجيش، في اللي سافر، في اللي ظروف مثل ظروف، في اللي عندنا شهداء من المشفى كتار، يعني بكرة إن شاء الله بعد فترة في عندنا تكريم لهم، فبالنتيجة بوسط هذا النقص نستمر وعنا عملياتكتير رائعة عم تصير بنتائج كتير ممتازة. صحيح دكتورة، كمان كان في من فترة زراعة كبد، يعني عفوا صح زراعة الكبد يلي صارت من فترة. خلينا نحكي قديش يمكن يعني مشفى الأسد الجامعي بتطورها بفريق الطبي المتكامل اللي كلكم عم تكونوا إيد وحدة، ما فينا نقول إنه يعني عم
عم تنافسوا، عم يكون في إرادة كتير كبيرة لإقامة عمليات هي صعبة وتعتبر الأولى من نوعها مثل ما ذكرنا ربما بالشرق الأوسط. يعني خلينا نحكي عن التحضيرات بغض النظر أنه في عنا قلة بالكادر، قلة بالمواد، ولكن يمكن هي الجرأة الفظيعة اللي عم تخلي الفريق كامل متكامل يمكن على مدار أشهر يحضر لعملية وحدة، كيف عم تتم؟ خلينا نحكي كواليس الحقيقة. بالنسبة لعملية زرع الكبد هي حصلت مرة واحدة، صحيح. وطبعا دائما بنقول هي التجربة الأولى والمرة الأولى، واحد بيوقف بعدها ليشوف شو الأشياء اللي ممكن أني أنا استمر. نحن يعني المشروع الأكبر هلأ طبعا من وقت اللي استلمنا الأستاذ جابر إبراهيم وأنا وفي الدكتور إبراهيم جمعة، الهدف ونحن صراحة حلقة وفريق متكامل مثل ما قلتي، وفي تعاون من كل اللي موجودين بالمشفى، نحن بدنا نعمل جراحة زراعة أعضاء. يعني مو بس والله بدنا نعمل زراعة كبد، عنا زراعة الكلية من السابق، عنا هلأ زراعة الكبد، والتحضيرات هلأ كمشفى وكبنية لازمة جاهزة 100%، بس في يعني في موافقات وتقدمنا لا هو المفروض في شيء من وزارة الصحة، فنحن صراحة بس بانتظار هذا الموضوع. يعني تقدمنا من وزارة التعليم لوزارة الصحة إجراءات يمكن لوجستية وروتينية. تمام. دكتورة زينب رح نكفي حديثنا معك، بس كمان كاميرا الإخبارية السورية كانت مترافقتكم بعملية القلب التنظيري، رح نشوف مقتطفات منها ونرجع نتابع حديثنا. عمل الجراحة الذي يجريها طبعا كجراحة تنظيرية في مجال الجراحة القلبية هي من العمليات القليلة التي أجريت حتى على مستوى العالم. أنه بتعرفوا تطور الجراحة التنظيرية القلبية هو تأخر بمواكبة الجراحات التنظيرية في مختلف الاختصاصات الطبية، وبالتالي الجراحة التنظيرية القلبية ما أخذت حقها حتى المرحلة الأخيرة من الأعوام الماضية، وبالتالي تطبيقها حاليا في سوريا في كمركز أول مركز يطبق هذه الجراحة جراحة التنظيرية القلبية، واستعمالاتها الجراحية على المرضى هي هذا يعتبر يعني سبق لمشفى الأسد الجامعي، كونه أولا يقلل الأذية على المريض، يقلل مكس المريض في المشفى، يقلل كلفة على المريض. عمليات الجراحة التنظيرية القلبية بتعرفوا يعني مثل أي عملية جراحية تنظيرية هي مينيمال انفيزيف، هي تعتبر من الجراحات الأقل ردا. أولا تقنية جديدة، أول تقنية بسوريا هي اسمها عملية القلب أو عملية القلب التنظيرية لمريض رجفان أذيني مزمن. المريض طبعا بيستفيد بشغلة كتير محددة، أنه أنا المريض ما عندي آفة تانية، ما عندي آفة صمامية تانية، المريض متجاوب، المريض أول صغير بالعمر، فهدول بحكم أنه صار عنده TIA، صار عنده CVA، صار عنده خزل، فمن هالمنطلق حاولنا أنه بقدر الإمكان نشتغل على المستوى. والدكتور أحمد خضور وأنا متاقم من شو اسمه الفريق الطبي التنظيري الحمد لله ربط اللسانية أثناء العمل الجراحي. العملية طول شي ساعتين. أثناء العمل الجراحي عملنا إيكو القلب عبر المري، اللسانية مربوطة تماما. ثاني يوم العمل الجراحي خرجنا المريضة، ولليوم نتابع المريضة أمور الحمد لله جيدة.
أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل كادر الأطباء والممرضين، يعني من الكبير للصغير بمشفى الأسد الجامعي، ويمكن بدنا نقول لهم مبروك نجاح العملية، ومبروك هاي الإيمان يلي جوات قلوبكم يلي عم يخلي يمكن سوريا تضل مواكبة التطور وتقوم بأهم العمليات على مستوى عالمي. دكتورة خلينا نرجع ونحكي، يمكن امرأة عمرها 43 سنة، تمام. أكيد يمكن في كتير من التجهيزات، في كتير من الأمور، أدي ضلت وقت تجهزوا، شو هي المتطلبات يلي طلبتوها من السيدة الحقيقة. ويمكن شو هي الأمور والإجراءات يلي اتخذتوها لإجراء هذه العملية كأول عملية؟ هلأ الحقيقة الدكتور أحمد خضور من الأطباء المثابرين العلميين، فهو عم يعني يعمل درجة علمية بالنسبة للاختصاص بجراحة التنظيرية القلبية ما بين بريطانيا وسوريا، في شيء اسمه بارت تايم يعني الأمور، فهو مجري هذه العمليات ببريطانيا 15 أو 16 مرة ما بتذكر الرقم. المهم أنه هي المريضة طبيب الداخلية الدكتور نجاح مرعي، كمان من الأطباء اللي كتير متابعين ومتابعين لمرضاهم، فالمريضة عندها لما بيصير في إصابة بالأذين عندها رجفان أذيني، يعني ما حندخل تفاصيل كتير، بس هذا الرجفان بيخلي ركودة دموية تطلق صمات، فصار عندها فالج المريضة، يعني صمة أطلقت من هالركودة الدموية، وفي أنا بصير بقى بخطورة بين أني أعطي مميع، يا بقى المريض بصير بنزف، يا بده إذا قل التميع، فكتير الوضع حرج. فأنا إذا استطعت أني بالمرحلة الأولى بعد هالعملية، لأنه هي اللسينة اللي تم استئصالها بهاي الطريقة، أنا 90% خففت نسبة إعادة إطلاق الصمات، فبيصفى التوازن بين أن تأخذ تميع كتير بعد فترة أنه الوضع بالنسبة لها للمريضة أقل. فالحقيقة هي المريضة كان الحل الأمثل لها أنه نحن كخطوة أولى نعمل هذه العملية. هلأ ممكن لاحقا حسب تقييم مضاعفات. المريضة وضعها مضاعفات، لا ما بعتقد إذا الله راد بالنسبة للعملية هاي، بس إحنا بالنسبة لمسبب الرجفان الأذيني فهي بدها دراسة وبينشاف. فاللي مطلوب من المريضة كان بس الموافقة، نحن بنسميها المستنيرة، اللي هي قبل أي إجراء، وشرح لها إنه العملية هذه أول مرة تجرى وأجريت سابقا، فمجرد موافقة المريضة هو الإجراء الأساسي، والتحضيرات صراحة هي جرأة منا، الحمد لله على السلامة، مبامرة كبيرة طبعًا من الفريق الطبي، أكيد وإيمان منا بقدرات صحيح صراحة السورية. يعني بيضل في عنا مثل ما قلتي، في عنا قدرات وفي عنا عمليات. لا إحنا الموضوع اللي هو أصعب ما يكون هو تأمين المواد، هاي المواد كتير كتير مكلفة، يعني الدكتور أحمد بجهوده الشخصية وكونه هو عم يعمل هذا الاختصاص، فقدرنا نساوي حتى التجهيزات الخاصة بالتنظير، تم استعارتها من شعبة الجراحة الصدرية، يعني الأستاذ نزار عباس مشكورا كمان إنه معلش إحنا تجربة أول مرة حتصير فنحن بنساهم فيها. فمثل ما قلتي تقريبا المشفى ككل ساهمت بإجراء هاي العملية، فكتحضيرات هذا الأمر اللي صار. بالمناسبة الدكتور أحمد عرض الحالة وفي مؤتمر بفيينا، وصراحة يعني شيء كتير بيشعرنا بالفخر، بيرفع الراس بالصورة اللي وراه لما قدم، هي صورة مشفى الأسد وعلم سوريا عم يرفرف، فأنا بتخيل يعني هي يعني رسالة كثير قوية، إنه إحنا بعد 7 سنين والحصار ما تتخيل، هلا إحنا كإدارة تأمين المواد، تأمين الأجهزة، هاي اللي بدي أقول لك صيانة الأجهزة دكتورة. يعني معاناة لكن إن شاء الله رغم نحن كل المعاناة مسابرين. في إرادة وتصميم، هاي اللي بدي أسألك عنه دكتورة بالختام، كلمة بتحبي توجهيها لكل اللي عم يشوفنا، رغم الحصار اللي نحن عم نتعرض له، رغم الحرب اللي عم نتعرض لها، يعني إجراء أهم العمليات في المشافي الحكومية هاد إنجاز، تحية لكل الفريق الطبي، فعلا نحن بنرفع راسنا فيكم، نفتخر فيكم، مثل ما قلتي حتى لما بدنا نجيب جهاز أو صيانة جهاز يعني في معاناة صعوبة بسبب الحصار الاقتصادي اللي على البلد. طبعا فكلمة بتحبي توجهيها لكل اللي كان كمان معكم بالفريق الطبي على هي الإرادة والجرأة. أنا وبدون مجاملة وما شاطرة أنا بالمجاملة، كل بيعرفوني صراحة، الشكر الأساسي للدكتور جابر إبراهيم. صراحة كان الدكتور جابر إبراهيم يعني إداري متميز، يعني
كعمل وكفريق، فعنده القدرة والرؤية، رؤية للأمام إنه كيف هالمشفى لوين بدنا نوصلها. فصراحة هذا الأساس، لما بيكون في ربان ماهر خلينا نقول تمشي السفينة وبتوصل لبر الأمان. أكيد المتعاونين الجميع شكر لهم، المثابرين على العلم. بالمناسبة مشفى الأسد في نقطة أنا بحب بس ضوي عليها، معظم إذا ما بدي أقول بالغ كل الأبحاث اللي تقوم بكلية الطب أو كلية الصيدلة أكثر وكلية طب الأسنان واللي فيها نشر، هلأ احنا كتير في عنا طلاب عم بيصير مشان تحفيز لهم في علامات نشر للبحوث، فهي تجرى بمخبر مشفى الأسد أو بجهاز الكثافة. نشرنا بيبر من سنتين، وحتى شارك طبيب العصبية بمؤتمر دكتور كان بأمريكا لنتائج عند مرضى الصرع والكثافة العظمية. فبالنتيجة كمشفى وهدفها إنها هي تساهم برفع السوية العلمية والخدمية، أنا بتمنى إن شاء الله إنه يكون جهود الجميع ماشية على السكة الصحيحة بحيث إنه للأحسن باستمرار إن شاء الله يا رب. دكتورة زينب، نحن كتير بدنا نشكرك، نتشكر كل الجهود الأطباء أكيد بالمشفى الأسد الجامعي اللي نحن أكيد فخورين فيكم، موفقين يا شكراً رب. كتير لكم. شكراً كتير لكم. شكراً. دكتورة أنتوا جنود يمكن إلى جانب جنود الجيش العربي السوري في الاستمرار يمكن بالعطاء على أرض الوطن. شكراً كتير. شكراً كتير لك. شكراً.